طيب إذا إحنا هون بالمسألة وصلنا وطلعنا إنه إحنا بدنا من هذا المحرك بدنا 0.66 نيوتن متر وبدنا 0.2 متر بير سكند. هلا المشكلة أنا عندي هذول المحركات الأكسس أو الديتا شيت تبعتهم كلها عليها بال، هلا مش راح أدخل بالأونس إنش، راح نركز هون على الكيلوغرام سنتيمتر. فالكيلوغرام سنتيمتر بدنا نحول، هلا هون الأرقام واضح إنه عندي 7.2 اللي بين قوسين هم اللي وحدتهم، فعندي هون مثلا هذا 7.2، هذا عندي هون 5.76، وإذا بتطلع هون الوحدات هاي steps per second أو pulses per second، فبدنا نحول الـ requirements اللي موجودة هناك بدنا نحولها لـ requirements موجودة هون. هلا أنا عندي السرعة الكلية أو السرعة اللي بدي أحاول أحققها هي 0.2 meters per second، 0.2 meters per second بدي أحولها لـ pulses per second. فخلينا نستخدم الـ unity brackets. إذا استخدمنا الـ unity brackets راح نقول السرعة speed بتساوي 0.2 meters per second. هلا السكند راح تضلها نفسها، بس بدي اتخلص انا من المتر، اتخلص من المتر بدي احول متر ل، في عندي هلا هون هاي سهله، عندي 0.18 degrees per step ممكن نستخدم هاي، وعندي 0.1 millimeters per step. فاذا استخدمت هلا عندي هون 0.1 millimeters per step وهذه meters، خلينا اول شيء نحول، عندي متر هون هي 1 متر هون ايش بكون عندي فوق 1000 مليمتر، هاي يونيتي براكت، هذا راح يتخلص من المتر هون يحول له مليمتر، فإذا هاي 0.2 متر بير سكند يعني 20 مليمتر بير سكند، وبعدين بدي أحول من مليمتر لستيب، فبقدر أستخدم هاي مباشرة مش هيك؟ عندي 0.1 مليمتر بير ستيب، فبقدر أحط هون 0.1 مليمتر بير ستيب. وهاي يونيتي براكت مش هيك، هاي بتزبط معي، المليمتر بتلغي المليمتر من هون، المتر بتشطب المتر من هون، بصير عندي الجواب النهائي هو ستيبس بير سكند، مزبوط؟ إذا بدي آخذ الـ 0.2 بقسم 0.2 على 0.1 بعطيني 2، 2 في 1000 بتعطيني 2000. إذا هاي 2000 ستيبس، إذا بدك حط محل كلمة بلسز ستيبس بلسز، بس هون موجود ستيبس. steps per second. وين ال 2000 هيها؟ فبنطلع بخط من هون، هي هاي. فأنا بدي على هاي السرعة، لأنه كل سرعة في عليها تورك مختلف، إحنا بدنا على هاي، إذا السرعة هاي هي 2000 steps per second بدنا هاي. هلا الثاني اللي بدنا نحوله شو هو؟ إذا عشان أقدر أمحي هناك، راح أحط هون، إذا السرعة اللي بدنا إياها speed بتساوي 2000 step سكند. نعم هو ريفوليوشن بصير، بس ما هو الديتا شيت صح، بس الديتا شيت هيك معطينا اياها، كلامك فاهم عليك، وكان بامكانك تروح تحول لريفوليوشنز بير مينيت وبعدين تحول من ريفوليوشنز بير مينيت لستيبس بير سكند، بس هو الديتا شيت هيك معطينا اياها، فانا مضطر اشتغل على الديتا شيت، او انك بتمسك الديتا شيت وانت بتحول الاكسس تبعها لار بي ام مثلا، تقدر تحط هذا بـ RPM، تقدر تحطه برينجز بير سكند، تقدر تحطه بستيبس بير سكند. سرعة المحرك هون عبرنا عنها بستيبس بير سكند. إذا بقدر أمحي هذا الجزء كله كامل الآن. ناخذ الجزء الثاني. الجزء الثاني بيقول لي إنه أنا التورك اللي بدي إياه، التورك ريكوارد بيساوي 0.66 نيوتن متر. تمام؟ لكن المشكلة هون هو معطيني كيلوغرام سنتيمتر، السنتيمتر سهل أتعامل معه. بنقدر نحطه من هلا، محل متر عندي هون بدي اتخلص من المتر، واحد متر وايش بحط فوق؟ 100 سنتيمتر، هاي سهلة. هلا اللي بلخم شوي هو بالنيوتن، نضرب 9.8 تمام. إذا هلا بدنا نيجي نقول النيوتن ايش بيساوي؟ النيوتن بده يساوي محل النيوتن، بقدر احط هون النيوتن وفوق عندي كيلوغرام مترز. هو اليونت هون مش مظبوطة، اليونت هون مش مظبوطة، هو اليونت لو بده يحطها بشكل صحيح مش حاططها مظبوط، بس احنا خلينا نشوف كيف نتغلب عليها. أنا عندي لو ضربت هون نيوتن عندي 9.81، بس أضربها أنا بس بالكيلوغرام، لازم أضرب 9.8 ولازم أحط هون ضرب الماس، لا العكس تحت ال 9.8 تحت ال 9.8 صحيح، فبقول أنا عندي 9.81 نيوتن بـ 1 كيلوغرام، هاي هيك بتصير مظبوطة مش هيك؟ وهيك بتخلص النيوتن، بتخلص من النيوتن بصير عندي الجواب بالكيلوغرام. هذه مش من المية صحيحة، هذه يعني علميا مش صحيحة احط هيك.
الكل فاهم علي؟ مفروض ايش احط؟ مفروض يعني الكيلوغرام ما بيساوي نيوتن. الكيلوغرام مضروب في اكسلريشن ام في اي بعطيني نيوتن. بس احنا عشان نمشي مع اليونت اللي هو حاططها هون، هو حاططها كيلوغرام، هي كيلوغرام فورس. اوكي؟ او اذا بدك تحط هذه هون كيلوغرام فورس، وهاي بنحطها هون كيلوغرام فورس، بتصير صحيحة. ها؟ واي اكسس نحوله كلياته ولا بصير ماشي بصير بصير. فهلا هيك صار معي مزبوط. ها؟ صار عندي هلا هذه نيوتن رح تشطب مع النيوتن، من هون الميتر رح يشطب مع الميتر، صار عندي تقريبا بدي اضرب في 10 مش هيك؟ احسبوا لي اياها بالضبط قديش تطلع، 100 على 9.81 بيطلع كيلوغرام سنتيمتر، كيلوغرام فورس سنتيمتر. بيطلع تقريبا قديش 6.8 كيلوغرام. وهي عندي هون اذا اجيت على هاي هلا هون طبعا بدك هاد ال 80 لهذا الخط وال 5.76 لهذا الخط، اذا ال 100 وال 7.2 لهذا الخط، اذا هذا الخط 7.2 هذا 5.76 6.8 تقريبا وين بتيجي؟ بدها تكون يمكن حوالين هون تقريبا بالنظر. اذا هذا غير مقبول، هذا المحرك غير مقبول. ليش؟ لانه بقع فوق. اذا نكتب الثاني هاي، اذا التورك اللي انا بدي اياه هو 6.8 كيلوغرام فورس سنتيمتر، وهي السبيد اللي بدنا اياها. اذا بدنا محرك يحقق، طبعا ما بدنا يكون ويستفول كمان. اذا بنفتش على المحرك الثاني، لو طلعنا على المحرك الثاني الان، خلينا ناخذ هذا اللي تحت، هذا اللي تحت بحقق مش هيك؟ هي 200 موجوده. لاحظوا الاكس اكسس مش نفسه عليهم الثلاثه. هذا الاكسس مش منطبق على الاكس اكسس اللي هون او الاكس اكسس هون. نشوف ال 2000 وين صارت، كانت هون ال 2000، هاي صارت 2000، هاي بتعطيني 2000. وقديش عندي هاي 6.8 مش هيك؟ 6.8 هذا مقبول، لكنه انا حاطط جنبه ويستفول من هون، فاللي بكون اقرب لهذا هو اصح واحد. هلا مش مشكله في سبيد تورك كيرف للستيبر موتور، ما في مشكله يكون عندي تورك. نحن الموتور هو نفسه ما نقدر نتحكم بالكيرف تبع التورك تبعه، ما بتقدرش تجيب منه تورك اكثر من التورك اللي بده يعطيك اياه، لانه انت في النهايه رح تحط فول فولتج، داير كومبوننتس يعني جوا، ما بتقدرش تدخل يعني المحرك. احنا مفترضين المحرك انا ما بقدر ادخل واغير الكومبوننتس تبعي، ما بقدرش اغير الديزاين تبعه. فهذا هون هي معطيني هاي النقطه، هاي نقطه ممتازه لانها مش فيري ويستفول. هلا مزبوط هي اوطى من هذا الكيرف، ما في مشكله، لانه انا بستبر موتور بعطي بلس وبوقف، بعطي بلس وبوقف. فلو التورك كان اعلى شوي من التورك المطلوب ما في مشكله، فتورك هذا على هاي السرعه ما فيش فيه مشكله. طبعا هذا الهولدنج تورك، والهولدنج تورك اكثر، بس اذا انا عمال بمشي على سرعه معينه لازم يكون عندي هذا. اذا هذا هو المحرك اللي بنختاره بهاي الحاله، وناخذ الرقم تبعه ندخل على الداتا شيت ونختار ناخذ المحرك المطلوب. هذا بكون لا ويستفول ولا انسوتبل.